السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كاري كويت وحسين. هذا الـ RDA اسمه NDD Automizer، فكرته حلوة مع انه وايد قديم، بس وايد ناس يجهلونه او ما يعرفونه او اول مرة يمر عليهم. الـ RDA تبع شركة وزمك، اللي ما يعرف شركة وزمك لما يشوف هالجهاز هذا يتذكر ان شنو شركة وزمك. طبعا هذا النويز كريت غني على التعريف، وهذا الـ RDA ماله. طريقته حلوة، يعني في فكرة. شوف الطريقة، تقدر تركب له كبسين مو كبس واحد، هذا الكبس وهذا الكبس. طبعا هذا المبسم يركب هني ويركب على الجهة الثانية. هذا جيبه اخباري، جيبه كذي يركب. فإذا تقدر تستخدمه بهذا الارضية وهذا الكبس وهذا الكبس. هذا شم مقاسه 22، وهذا شم مقاسه 30، عشان بالضبط فتقدر تستخدمها حق هذا ولا هذا. طبعا هذا تهويته اكثر، هذا طبعا 22 يعني مقاسه، اكيد تهويته اقل، وما تقدر تقصر وتعلي بالتهوية، بس تي كذي فت بس مفتوحة ما تسكر. فنركب هذا. طبعا انا حاولت فيه ان قاعد اشوف طريقة تصميمه مبسم، طبعا قاعد اقول يمكن هذا يصير RDTA، ان في فتحات بالجامعة تحت، وحاولت صراحة انا ويا اخوي احمد الشطي. ففي النهاية استغرينا على اساس ان هذا بس مجرد تهوية، هذه التهوية تنحط على هذه التهوية وبس مجرد تهوية، وما يصير تقطر بمكان التهوية، لان انت من تسوي كذي تسكر التهوية مقموت، يصير مقموت حيل. فهذه بس مجرد تهوية. طبعا طريقه تركيب الكويل فيلوسيتي ستايل كذي، ركبته انا صراحه واستخدمته، اداء كان حلو، في كمته بسيطه بس اداء كان زين. نشوف شنو ركبته انا، ما ادري نسيت شنو، يمكن انا 12 يمكن انا نسيت. نشوف الحين شنو ركبنا له. ممتاز. طبعا هو ام 20 لانه حار، خليه يبرد بس يضبط وضعه. اللهم صل، اللهم صل. مكان القطن صغير ترى، يعني مو كبير، يعني كRDA انت بتقطر يعني. هذا الموجي شوف يعني قرايته 15، اتوقع المفروض ينزل اكثر. يمكن 15 صح.
هل في مجال التهوية تحت؟ ما تقمته؟ حط الموز أو شيء مرة ثانية نشوف مقاومة كم. 14 طلعت. يعني 70 ممتاز. بما أن 50 كذي يعني يقول كذي ممتاز. سكر اي الحين هذه على هذه مبسم على مبسم تسكره اوكي تجيب هذا بعد عشان يعني بعدين راح اقطع شويه في اكو فتحات تهويه هني شفتهم هذولي احطهم مقابل الكوين كذي ايوه كذي مقابل الكوين راح اقطع شويه كذي سكر ايوه مضبوط يعني شكله وايد حلو ترى هو يعني كمصنعية وايد ترى ممتاز مصنعيته وايد حلوة خلنا نسحب سحبة ونشوف زيادة شوية بعد ممتاز وسحبتها وايد حلوة المبسم لو أوسع شوية أحلى يعني في قمتة بسيطة بس المبسم لو أوسع شوي كان صاير روعة إذا في مجال يتغير المبسم يصير إبداع بس هو يعني زين لا باس فيه حلو بس المبسم شوي بالله وسع وايد حلو الفترة اللي نزل فيها هذا الـ RDA الأغلب راوند واير ترى يعني حتى فيوز الحين ما طلع فأكيد انظلم ذاك الوقت حتى وقت الفلوز يمكن شوية ضاع النسى يعني لأن هذا من أوائل الـ RDAات اللي نزلت اللي هو أند ديو شلوهم تحصلون منه بعد اكسبرس بس برا ما ادري والله المهم يعطيكم العافيه مع السلامه